من جانبه قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إن الأمة الإيرانية لن تتراجع في مواجهة العقوبات الأمريكية التي وصفها بالقاسية والمهينة. ونقل الموقع الرسمي لخامنئي عنه قوله إن المتشددين في الحكومة الأمريكية يتهمون إيران ويوجهون إليها الإهانات ثم يعرضون عليها التفاوض وفي ذلك خدعة على حد وصفه. تأتي تصريحات خامنئي إثر عقوبات فرضتها الولايات المتحدة عليه وعلى مسؤولين آخرين كبار في البلاد.